الكل تحكي على فيروس كورونا جديد. اللي هو شنو؟ هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان السخانة، الكحة وصعوبة التنفس. وفيروس كورونا ينتقل من عبد العبد؟ الفيروس يتعدى وقت اللي نكحه وإلا نعطسه وإلا نمسه الحاجات اللي مسها شخص مريض. وبما أنه فيروس جديد مازال ما فماش لقاح. وفما علاج ضده؟ حتى التوى ما فماش علاج محدد، أما نجم نعالجه الأعراض متاعه. كيفاش نجم نحمي ورواحنا من العدوى؟ نغسلوا يدينا بالماء والصابون، وإلا نستعملوا الجل المطهر. نبعدوا على الأقل مترو على كل شخص يكح وإلا عنده ضيق نفس. نستعملوا منديل ورقي كي نكحوا وإلا نعطسوا، ونرميوها طول في الحاوية. شنية الاحتياطات اللازمة للمسافر اللي راجع من بلاد ظهر فيها المرض؟ إذا رجعت من بلاد فيها المرض وإلا كان لك اتصال مباشر بشخص مريض، تراقب ظهور الأعراض مدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك الأعراض وانت في الطيارة وإلا في البابور، تعلم الطاقم باش يقوموا بالإجراءات اللازمة. كان ظهرت عليك الأعراض في مدة 14 يوم، تلازم الدار، ما تمشيش للإستعجالي وأطلب 190. وللحصول على أكثر معلومات ادخلوا على موقع وزارة الصحة www.sante.tn. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة www.onmne.tn. حافظ على صحتك، وزارة الصحة.